I need to see a democratic South Sudan where everyone is treated equally before the law. No any ethnic group, no any group of people want to say that he or their group are better than the other one. We need transparency. We need accountability in the economic sector. We need also judicial reforms in all sectors of the government where there is deficit in democracy. We need a future of a children where children will have the right to go to school. The government can provide avenues for all for schools to be available, also health care, and women also must be treated equally. أنا متمنى بلد بتاعي تبني. بني عندنا روح كتير ما فيشين، عندنا بنات، عندنا أولاد، عندنا أخوان، عندنا رجال ماتوا في الحروبات المرتين. 2013 وشهر 7 يعني المشاكل ده أنا شفتهم كله ما أنا موجودة شديد، يعني المجتمع ده الناس دي انتهوا شديد، كان أذاكر كمواطنين كان أجنبيين جايين من برا. يعني المشاكل ده متمنى منها من الله، إن شاء الله الناس يحطوا فيهم يدهم، إن شاء الله ما يكون قلبهم أسود زي ما قالوا، يكون قلبهم أبيض ويحسن لنا أحسن من تحسين من كده. الشعب بتاع جنوب السودان يعيش في سلام ويعيش في وحدة ويعيش في تنمية، فما في داعي إنه الناس تكون في مشاكل دائما. ونتمنى إنه السلام يتم في جنوب السودان والبلد يمشي للتنمية واستقرار. كل الناس تكون عنده وحدة، لأن أنا جاي إنه إنما عنده وحدة بكل المشاكل اللي حصل ده، وحدة ما في، إيه زول بيكون عنده شكوك في قلبه، إيه زول جي كافو من مشاكل، إيه زول جي كافو من موته، لكن أنا دير ويري اللي إتاقوني إخواتي ومحاتي أخواناتي برا هناك، كلنا جايين بسلام، كلنا جايين بوحدة، لأنه كان في سلام في جروب دينا، في وحدة في نوس دينا، أي حاجة برا كويس.